حلقة جديدة من شقاوة شطار. صباح الخير عليكم. النهاردة يوم جميل جدا جدا وهنستمتع فيه معاكم بحلقة جميلة. وطبعا دايما في فصل الصيف من اجمل الرياضات بتكون السباحة، لاننا اولا الجو بيبقى حر جدا نقدر ان احنا ننزل البسين، وفي نفس الوقت طبعا هي رياضة مفيدة جدا لجسمنا. هنستمتع النهاردة معاكم بحلقتنا عن السباحة، وهنعرف اكتر عنها ونشوف اصحابنا كمان وهم بيعوموا. تعالوا نبدأ دلوقتي حلقتنا معاكم في شقاوة شطار. استاذ عرفه محمود مدير الفني للسباحه والخماسي، ومعانا كمان كابتن احمد رياض كابتن تدريبات السباحه. هنعرف منهم اكتر معلومات عن رياضه السباحه. بقول لهم الاول اهلا بيكم. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. اولا عايزين نبتدي بتنسيق لرياضات عموما، رياضه السباحه والخماسي. يعني الدور المهم اللي انتوا طبعا حضرتك بتقوم بيه، فكره ان احنا نوصل او توصلوا اللاعب ان هو يكون يعني مش بس لاعب مصر او بطل عالمي. تمام. احنا بنبدا بالولاد الصغيرين من سن 3 سنين و4 سنين، بنبدا نهتم فيهم في رياضه السباحه. بنبدا بالسباحه الاول، وبنبدا نكثف المهارات بتاعتهم لحد ما نوصل لمستوى اداء جيد لقطاع البطوله، وبنبدا نشارك في بطولات الخماسي من سن 8 سنين، بطولات السباحه من سن 11 سنه. احنا فعلا جداد في بطولات السباحه، تقريبا دي ثاني سنه، لكن في الخماسي بقى لنا تقريبا 3 سنين بنشارك في بطولات محليه وبطولات دوليه. لينا السنه اللي فاتت بطوله دوليه، والسنه دي حوالي 4 بطولات محليه. الكاسات اللي حضرتك شايفاها دي بتاعه اللعيبه كلها، هم اللي محايين في قطاع الفرق، وعندنا لعيبه محايين ميداليات كثيره. في بالنسبه للخماسي، اول بطوله بالنسبه للسباحه فعليه رسميه كانت في 2013، والثانيه تبقى ان شاء الله 21 الشهر ده ان شاء الله. طبعا احنا معانا هنا كميه كبيره من الكاسات، و طبعا دي كلها بتاعه الابطال الرياضيين الجمال. عايزين نعرف عنها كده. الكاسات اللي قدامنا ديت موجوده لقطاع الخماسي. الكاسين تقريبا اللي قدام دول قطاع بطوله الجمهوريه، الاثنين اللي على جناب بطوله القاهره، وكل الكاسات دي مشاركه للمراكز الاول والثاني والثالث للفرق في منطقه القاهره وبطوله الجمهوريه 2013 و2014. طبعا احنا بنتكلم النهارده في حلقتنا عن السباحه. السباحة طبعا من الألعاب الجميلة والمهمة، وخصوصا احنا قلنا كمان في فصل الصيف بالتحديد، يعني كل الناس بتحبها في الصيف. عايزك تكلمني أولا عن الفريق اللي معاك اللي بتدرب. أنا حاليا بمرن في فريق الخماسي، ماسك فرقة 2006 و2004، يعني مواليد 8 سنين و10 سنين. بيبدأ نجهز المواليد، نبدأ نعمل لها فصول تجهيز الأول، بعد كده بيطلع قطاع البطولة. بيبدأ الطفل في الخماسي بيشارك في البطولات من سن 8 سنين، بنجهز وبنطلع بيه في المستوى التعليمي والمهارات لغايه ما يبقى جاهز 100% ان هو يقدر يشارك، وعلى الاقل يعني يشارك بمستوى كويس جدا. وبنبدا ننزل بطولات، وربنا بيكرمنا الحمد لله، عندنا ابطال جمهوريه هنا في سواء في 2006 و2005، المراحل كلها و2004. وبنبدا بقى نشتغل بنين وبنات، تمرينات وعدد وحدات. والصيف طبعا بيبقى فرصه اكبر زياده التمرينات، لان الولاد بتبقى معظم الولاد اجازه من التمرين من المدارس، فبيبقى في وقت فراغ اكتر، فبنحاول نعوض بقى الفتره بتاعه الدراسه. بتبدا معاك الاطفال من سن كام تتدرب؟ من سن 7 سنين بنبدا في فريق الخماسي، بنبدا اقل حاجه سن 7 سنين عشان يبقى هو يبقى جاهز ان هو يستوعب اكتر، لان يمكن السباحه بتبدا بطولاتها الرسميه 11 سنه، في الخماسي بنبدا 8 سنين، فلازم يبقى الولد على الاقل بيبقى عايم حره. وبنبدا بقى نجهزه، لان بيبقى فيه هنا السباحه والجري بيكمل عليه، وبنبدا نشتغل عليه. بس في ناس بتحب يعني تخلي اولادها يبتدوا قبل 7 سنين، هيبقى في مجال في الموضوع. السباحه في تدريب من 3 سنين، ده غير الكلاسز اللي بتبدا من سن 6 شهور كمان. شهور بس دي ليها مدربين معينين، لان مش كل الناس تقدر ليها، يعني دي محتاجه نوع من المهاره عالي جدا عند المدرب نفسه، مش اي مدرب يقدر يمرن السباحه. حاجه خطر كمان، يعني فيها ريسك. لا خالص، هي مش فيها ريسك حاجه، بالعكس دي ممتعه جدا. واغلب التمرينات بتاعت 6 شهور لغايه 3 سنين الام او الاب موجود مع المدرب في المايه. طبعا اكيد لازم، طبعا بيبقى مخيف شويه، بس هي فعلا الناس كتير بتحب اولادها تكون بتعرف تعوم بدري من هم سن صغير، بالذات كمان لان اعتقد انتوا ممكن تكونوا بتواجهوا الصعوبه دي، فكره ان الطفل بيبقى خايف جدا من ان هو ينزل، علشان تنزلها بالعافيه وتحاول معاه واحده واحده الموضوع فيه مجهود. هو الفكره كلها في الساحه ان الطفل يحب المدرب، نقطة ان الطفل حب المدرب خلاص، هو المدرب بيبدا يشتغل معاه، هو الرهبة كلها عند الطفل ان هو نازل
مع شخص غريب ما يعرفوش، اذا كان بينزل مع باباه او مامته، نازل في وسط المرادات كلها، هو واقف على رجله على الارض بيبدا يتحرك غير الميه، هو حاجه غير عليه. فهي وبنبدا كان في سن صغير بيبدا الولد هو ما بيتمرنش، هو بياخد اكتر سكيلز، بياخد المهاره عن طريق لعب، هو لعب اكتر، يحببه في الميه، يتعود على البيئه المحيطه اللي هو هيبدا يتمرن فيها مع المدرب، يحب المدرب، فبيبدا من خلالها بعد كده ان هو يبدا يتحرك ويتعامل. ده ابسط بالنسبه لي. عايز اعرف التدريبات مدتها بتبقى قد ايه بالنسبه للسن الصغير؟ بالنسبه للسن الصغير بيبقى ساعه الا ربع، الاكبر شويه بيبقى ساعه، الفرقه بقى بتبدا من ساعه ونص لساعتين. هم بقى داخلين ماتشات قصدي داخلين بطولات يعني؟ دول قطاع البطوله بيبدا اقل فرقه الوقت بتاعها من ساعه ونص لساعتين. طبعا احنا عارفين ان رياضه السباحه بالتحديد من الرياضات الصعبه شويه، بيبقى مجهودها صعب على الجسم، احنا بتحرك العضلات كلها تقريبا. فعايز اعرف يعني بيكون عايزين نقول لاصحابنا ونعرفهم اكتر عن رياضه السباحه، ونعرفهم كمان النظام معين بيبقى ليهم نظام معين في الاكل وفي حاجات كتير. هي بالنسبه لرياضه السباحه هي الرياضه الوحيده اللي بتحرك جميع عضلات الجسم. لها فوائد كتير بقى، لو هنتكلم في الفوائد بتاعتها ده هي بس إيه، على الاقل بالنسبه للولد الصغير او بالنسبه للولاد اللي بتمرن بتديهم مناعه كويسه كجسم، وخصوصا في البرد نادر جدا لما تلاقي لعيبه السباحه بيصابوا بنزلات برد او انفلونزا او الحاجات دي. جسمهم بتساعد في شد الجسم وبناء الجسم، وهو بالنسبه للولاد اللي صغيرين. ثلاثه رياضه مهمه جدا، لازم اي طفل او اي حد يكون بيتعلم سباحه، لانه مصايف، وسواء هو بيطلع رحلات مع المدرسه، بينزل سباحه، بيتمرن مصايف، الرياضه لا غنى عنها. نظام التدريبات بيختلف متهيألي في فكره بقى البطوله، بيبقى الموضوع مكثف اكتر شويه. وبالنسبه لموضوع البطوله بنقعد جهاز فني مع كابتن عرفه والمدربين، بنبدا نحط الخطط والبرامج اللي بنشتغل عليها. يمكن الحمد لله الاستاف يعني اللي معايا كمان، يعني مش مدرب السباحه الموجود، في كباتن تانيه بتساعد كتير. كلنا التربيه الرياضيه فدارسين تخصصنا، فبنقعد مع بعض وبنحط البرنامج وبنبدا نشتغل على المواعيد اللي المدير الفني بيبلغنا بيها على البطولات، وعندنا بطوله في الميعاد كذا حسب النشره اللي بتيجي من الاتحاد. الخطه نفسها. انا بشكركم جدا، نورتونا النهارده، مبسوطين بوجودكم معانا في شاوت شطار، وبنتمنى كل اصحابنا يعني اللي بيتابعونا دلوقتي يستفيدوا اكتر علشان يقدروا يختاروا الرياضه اللي تناسبهم واللي هم يحبوها. انا بشكركم جدا. شكرا. معانا مجموعه النهارده من اصحابنا الابطال الجمال، زي ما احنا شايفين كلهم معاهم ميداليات، وطبعا احنا عارفين احنا اتكلمهم النهارده عن السباحه، لكن احنا عارفين هم من فريق الخماسي، والخماسي هو السباحه والرمايه والشيش سلاح والخيل والجري. هم بيلعبوا، هم صغيرين بيلعبوا ايه؟ جري وسباحه. جري وسباحه. اسمك ايه بقى؟ كارما. كارما. كارما انت عندك كام سنه؟ سبعه. سبعه. كارما انت مين؟ ثمانيه. ستي عندك سنه يا كارما. قولي لي عندك، او قولي مين اختار لك السباحه، انت ولا حد اختاره؟ انا. انت بتحبي السباحه ليه؟ مش انا بتعلم اعوم. تحبي تتعلمي تعومي؟ بتحبي تعومي؟ اتبسطتي بعد ما اتعلمتي؟ حسيتي بايه الفرق بين معاكي؟ حسيتي ان انت ايه بقى؟ بقيت احسن يعني. انت اشطر؟ انت اسمك ايه؟ انا اسمي ملك عمرو خضر. ملك عندك كام سنه؟ عندي 8. ايه الميداليات الكتير الجميله دي؟ احكي لي عن البطولات بتاعتك. كل ميدالية عملتي فيها ايه؟ دي بطولة القاهرة. بطولة القاهرة، وايه البطولات دي كلها؟ احكي لي عليهم. بطولة القاهرة وبطولة ايه كمان؟ بطولة الجمهورية وبطولة مدينة نصر واستاد القاهرة. شطورة. انتي
احكي لي نظام تدريباتك ايه؟ بداتي امتى اصلا السباحه؟ بدات وانا عندي 4 سنين. وحسيتي بايه بعد ما بداتي السباحه؟ حسيتي انت مبسوطه الرياضه دي وانها مناسبه ليكي، ولا حاسه ان انت عايزه تلعبي حاجه تانية؟ لا، حاسه ان انا عايزه العبها السباحه. بتحبي السباحه؟ انت اسمك ايه يا لول؟ شذا. شذا عندك كام سنه يا شذا؟ 8. بداتي امتى تلعبي سباحه؟ يعني بقالك قد ايه؟ بقالي كتير يعني، بس مش فاكره قد ايه. كتير. والميداليه دي بقى خدتيها في ايه؟ هنا في النادي. هنا في النادي خدتي بطوله يعني؟ فاحكولي بقى بتعملوا ايه في التدريبات بتاعتكم؟ بتاخدوا وقت قد ايه تتدربوا؟ ساعة ونص. بيبقى الموضوع متعب ولا؟ مش ساعة ونص، 3 ساعات. ساعات في فرق طبعا في السن، اكيد انت ساعة ونص وهي 3 ساعات؟ لا، يعني جري وسباحة. عشان الجري والسباحة انا بتكلم سباحة، لكن طبعا الجري حاجة تانية مش كده؟ السباحة بس ساعة ونص والجري برضه ساعة ونص. السباحة بتقعدوا ساعة ونص فيها مش كده؟ والجري. أني أحلى، الجري ولا السباحة؟ الاثنين حلوين. أنت اسمك إيه؟ ياسين. ياسين عندك كام سنة؟ كمان. طيب احكي لي عن تدريبات السباحة، بالنسبة لك بتدرب قد إيه في الأسبوع؟ مش عارف برضو بتدرب إيه؟ ينفع كده نلعب رياضة ونبقاش عارفين بنعمل فيها إيه؟ ينفع؟ اسمك إيه؟ حمزة باشي. قوليها احكي لي عن الميداليات اللي انت الميداليه الفضي اخدتها فرا، والذهبي اخدت في تتابع. طب مين اختارك بقى السباحه، انت اللي اخترتها ولا حد اختارها لك؟ والله من سنتين. انت اللي اخترتها السباحه؟ بتحبها قوي؟ جميله، ممتعه مش كده؟ بنحس فيها بايه؟ حسيت بايه بعد ما لعبت سباحه؟ حسيت ان جسمك حصل فيه ايه؟ رجلي بتوجع بس يعني بتوجعك شويه. يلا بتقوى صح؟ عارفين ان السباحه بتحرك كل العضلات بتاعه الجسم مظبوط. طب وايه اخباره، ايه الفرق بين السباحه والجري؟ انهي فيهم احسن بالنسبه لكم؟ صراحه الاثنين. الاثنين حلوين. السباحه اكتر. سباحه ولا جري؟ جري وسباحة. جري وسباحة. انت اسمك ايه يا حبيبتي؟ سن. هي احكي لي، عايز اعرف الميداليات الجميلة دي خدتيها في ايه؟ خدتي بطولات؟ عملتي ايه بقى في البطولة؟ احكي لي بقى، ولا بتبتدي البطولة كده بتعملي ايه؟ بيبقى عندك بقى بتبتدي تلعبي هتعملي ايه؟ بتعومي قد ايه؟ 50 متر. 50 متر؟ عمتي بسرعة على 50 متر؟ كان سهل ولا صعب؟ يعني نص نص، صعب شويه مش كده؟ انت عندك كام سنه؟ 8. هو انا عايز اعرف لما بتيجوا بقى تبتدوا تلعبوا او تبتدوا تدخلوا بطوله بيبقى صعب ولا سهل عليك؟ لا انا بحس ايوه بيكون سهل. يبقى سهل؟ بتعوموا قد ايه؟ بنعوم 50. 50 ده ايه؟ 50 متر. 50 متر مش حاسين التدريبات قبلها بقى بتبقى عامله ازاي؟ بتبقى اكتر كتير مش كده؟ يعني بتقربوا اكتر في البطوله. لا بتكون سهلة مش أصعب. بتحسوا إنها سهلة؟ أه. أنا مبسوطة بيكم جدا جدا، وعايزة أقول لكم دلوقتي باي باي، ويا رب إن شاء الله تبقوا أبطال رياضيين كبار. مين عايز يبقى بطل كبير لما يكبر؟ مين؟ في السباحة. أنا. أقول لكم عايزين تبقوا أبطال؟ أه. أنتوا أوريدي أبطال من دلوقتي، وأنا مبسوطة بيكم جدا، وأقول لكم باي باي. باي باي. مجموعة تانية من الأبطال الرياضيين الجمال جدا جدا، اللي هنتكلم معهم أكتر عن الرياضة، رياضة السباحة، وهنعرف كانوا من الميداليات اللي واخدينها، واخدين ميداليات كتير قوي صح؟ اسمك إيه؟ ماريز. قولي لي الميداليات دي كلها واخدها في إيه بقى؟
في الخماسي. الخماسي؟ انت بتلعبي سباحه وايه كمان؟ وجري. وجري؟ واخده دي دول سباحه وجري مع بعض كده؟ اكتر حاجه بتحبيها ايه، السباحه ولا الجري؟ السباحه. سباحه اكتر. السباحه جميله كلنا بنحبها مش كده؟ احكي لي عن التدريبات بتاعتك، بتتدربي قد ايه في الاسبوع؟ 6 ايام 7. طول الاسبوع يعني بتتدربي؟ الموضوع ده مش متعب بالنسبه لك؟ متعب؟ متعود عليه. تعودتي خلاص. اسمك ايه؟ ميار. ميار. مين اختار لك السباحه يا ميار، انتي ولا حد اختارها لك؟ لا انا اخترتها. اخترتيها وبداتي من امتى؟ لا انا بدات يعني من كتير، بقالك كذا سنه. دخلتي بطولات؟ طبعا انا شايفه معاكي ميداليات. بطولات ايه، في السباحه بس ولا سباحه وجري؟ لا سباحه وجري. سباحه وجري. تحبي برضو السباحه اكتر؟ طب عايزه اعرف منكم، انتوا عارفين ان الخماسي، الخماسي اكتر من لعبه، كل ما تكبروا كل ما تدخلوا العاب تانية، انتوا حابين ومتشوقين ان انتوا تكملوا في الالعاب التانية؟ اسمك ايه يا حبيبي؟ جنى. ليه بقى الميداليات دي؟ احكي لي عليها. لا مش سامعه. احكي لي عن الميداليات اللي انت واخداها، واخده ميداليه اكتر من ميداليه برضو سباحه وجري؟ اسمك ايه يا زينه. مين اختار لك السباحه يا زينه، انت ولا ماما ولا بابا؟ انا. انت اخترتي تدخلي السباحه؟ بداتي تلعبيها من امتى؟ من 4 سنين. من 4 سنين. طب اخبار الوقت ايه، ساعه المذاكره بقى بتعرفي توفقي في وقتك بين؟ انا شايفه ان انتوا بتتدربوا كتير في الاسبوع يعني. قالوا لي 6 ايام وسبعة ايام. اتمرن 5 ايام في الاسبوع. 5 ايام. طب مع المذاكرة بقى بتوفقوا ازاي؟ لا ما احنا بنخلص مذاكرة بدري شوية، بعد كده بنبتدي نيجي التمارين، لما مبقاش مخلصين مذاكرة ما بنجيش التمارين. تقدروا ان انتوا تنظموا وقتكم في مع المذاكرة. اسمك ايه؟ مروان عمرو خضر. مروان، اخبار السباحة معاك ايه؟ كويس. كويسة مبسوط فيها؟ انت اللي اخترتها؟ عايز تكمل تبقى بطل في السباحه ولا مجرد انت لعبه بتحبها؟ لا انا عايزه ابقى بطل في السباحه. بتلعب سباحه وجري مش كده؟ عارف بعد كده هتكمل في الخماسي بقيه الالعاب اللي هتلعبها، ولا انت عايز بس تكتفي بالسباحه بعد كده؟ لا انا عايزه العب كل الالعاب. عايز تكمل في كل الالعاب. اسمك ايه؟ يوسف محمد. بتحب السباحه يوسف؟ انت دخلت كذا بطولة. كلمني عن البطولة نفسها، بيبقى احساسك ايه بقى قبل ما تدخل البطولة؟ اليوم يوم البطولة دخلتها كانت يعني حسيت باحساس غريب شوية، كانت حلوة جدا. كانت حلوة جدا. مبسوط. وكنت بتلعب حاسس بثقة ولا خايف؟ اول مرة طبعا بتبقى. كنت خايف. اسمك ايه يا مصطفى؟ احمد مصطفى. مصطفى عندك كم سنة؟ عندي 10 سنين. احكي لي عن البطولات اللي انت دخلتها، بطولة واحدة ولا اكتر من واحدة؟ بطولتين. بطولتين؟ اول بطولة كانت امتى؟ اول بطولة عندك كام سنة ساعتها؟ كنت اصغر من كده طبعا. كام سنة؟ 9 سنين ونص. كان التدريبات بتبقى ازاي قبل البطولة؟ بتتدرب اكتر؟ بيبقى فيه تدريبات؟ بيكون اسهل عشان نعرف نكون في البطولة، عشان نعرف نكون كويسين، عشان تبقى اسرع في البطولة. وبتعوم قد ايه؟ 50 متر. 50 متر. بس بعد كده هعوم 100 متر. ان امتى هتعوم 100 متر بعد كده؟ البطولة الجاية. البطولة الجاية هتعوم 100 متر. اسمك ايه؟ احمد محمد زكريا. احمد، انت اللي اخترت السباحة يا احمد؟ لا. مين اللي اختارها لك؟ باي. بعد ما دخلت السباحة حسيت ان انت مبسوط؟ ولا مش عايز تكمل، عايز حاجة تانية؟ لا كنت قلت بابايا عايز ادخل الخماسي. عايز الخماسي عشان تلعب بقى سباحة وجري ورماية وبقية الالعاب. انت حابب الالعاب دي؟ تلعب حاجة تانية غير عايز يلعب لعبه تانية بقى ويغير السباحه، ولا انتوا حابين لسه؟ معايا كوره. ايوه كوره قدم. اتمرن. هتكمل كوره قدم وتسيب السباحه ولا هتلعب الاثنين؟ لا العب الاثنين. العب الاثنين السباحه وكوره الاثنين. عايزه اتمرن. انت اسمك ايه؟ عمر حسن. عمر، انت معاك ميداليات، انا شايفه انتوا كلكم شاطرين ومعاكم ميداليات، واضح ان انتوا دخلتوا بطولات، وطبعا حاجه جميله جدا. ورياضه السباحه بالتحديد احنا عارفين انها بتحرك كل عضلاتنا ومن الرياضات المفيده جدا. حسيت بايه بعد ما دخلتها؟ فرقت معاك؟ حسينا احنا بنحس بالفرق طبعا اكيد بعد ما بنتدرب فتره. حسيت بفرق جامد ما بين لما كنت قاعد من البيت وانا في السباحه. بتبقى في لياقه اكتر في الجسم. احس كده ان انا اقوى من الاول. اسمك ايه؟ نور الدين ممتاز. نور الدين ممتاز. نور الدين. نور، انت حابب السباحه؟ اه. هتتدرب بعد كده هتكمل فيها؟ عايز تبقى بطل رياضي؟ اه.
انت اسمك ايه؟ اسمي سليم معتز ربيع. سليم، انت اللي اخترت السباحة يا سليم؟ اه. بتحب السباحة اكتر ولا الجري؟ انت بتلعب سباحة وجري ولا اكتر من كده؟ لا السباحة وجري ورماية. دخلت انت بدأت تلعب رماية كمان. انا اكتر بتحبه؟ انا بحب اكتر واحدة رماية. رماية؟ اشمعنى رماية؟ ممتع اكتر. نعم ممتع، محتاجة تركيز جامد مش كده؟ اه. اسف. سيف الله محمد بدر. سيف، انت برضو بتلعب سباحة وجري ورماية؟ رماية. انهي واحدة، انهي رياضة اكتر حبيبها؟ سباحة. سباحة. اشمعنى سباحة؟ بتحرك فيها اكتر، تحس بحركة اكتر، تبقى فيه لياقة اكتر. صح. اه. وانا عايزة بقى اشوفكم ان شاء الله ابطال رياضيين كبار. انا بشكركم جدا واقول لكم باي باي. باي باي. خلصت حلقتنا النهارده معاكم في شقاوة شطار، ويا رب تكونوا استمتعتوا معانا في حلقتنا النهارده، وطبعا اتكلمنا مع بعض عن رياضة السباحة، رياضة مفيدة جدا، يا رب تكونوا اتبسطتوا وعرفتوا معلومات اكتر كمان عنها، علشان احنا دايما بناكد عليكم ان قبل ما نلعب اي رياضة لازم نعرف عنها معلومات، لازم نحس ان الرياضة دي مناسبة لينا اكتر. يا رب تكونوا اتبسطتوا معانا، وهفكركم بالجروب بتاعنا على الفيسبوك، جروب شقاوة شطار، تابعونا وتابعوا عليه حلقاتنا. باي باي.